حضراتكم. هختم بصورة بتفسر أو بتحلل أو بتدي يعني إيه النادي الأهلي من الصغر. فضل يا كابتن أسامة، فضل يا كابتن عادل. تخيل الطفل ده رغم كل ما فيه من إصابة في عينيه، لكن مصمم يروح ملعب الأهلي يتفرج على مباراة الأهلي. حاجة جميلة طبعا. اسأل بقى زي ما أنت عايز، هتلاقي الإجابة في الطفل ده. السلام عليكم.